بالظبط. الحنفي، وكان معانا عماد فرج اللي هو كان مساعد رقم واحد، وعندنا الراجل ده من الوادي الجديد يعلاء اخر سنه دي السنه دي، وهو بيتكرم وعمل مباراه كبيره جدا جدا، هو الكابتن احمد نظير، بحيي طبعا احمد نظير ونادر قمر الدوله، وكان على الفار عمرو الشناوي ومحمود عبد السميع من منطقه اسيوط. انا بس في البدايه برجع بعد اذنك كاس العالم يا كابتن ناصر، بعد اذنك بس برجع دي واحده معلش سامحني سامحني برجع بس. ايوه يا كابتن محمد، اول مباراه لعمرو الشناوي بعد ما رجع من كاس العالم. كنت اتمنى ان هو يصفر، تسالني انا اقول لك بقى يصفر، لان الراجل دوت خدوه كاس العالم وهو في الفار علاء، فخلي بالك ان الاتحاد الدولي كل اللي جاي هياخدك تبقى انت معاك رخصه الفار ورخصه الملعب الاثنين مع بعض، الاثنين عشان يبقى عندك فرصه 26 لابد يكون عندك الاثنين. عامل يعني دايما احنا قلنا هنا النادي الاهلي هنا بيجيب الحالات وبيطور وبيدي ثقافه تحكيميه. الحاله الاولى هدف كهربا في الدقيقه 77، نشوف هنا الحاله الاولى هنا الشحات، هنا اعتراض لاعبي حرس الحدود، هنا بعد الهدف هتبص تلاقي هنا في اعتراض جريوا على الحكم بيعترضوا يا علاء، وخلي بالك احنا مش بنغير كلامنا يا شريف. هل هنا في مخالفه لمس الكره بالايد على الشحات قبل ما كهربا يسجل الهدف؟ نشوف كده، هنا شحات خد ولف ونزل واخد الكوره، وهنا في يقول هنا الكوره جت في ايديه، اولا هي جت في بطنه تمام، وهنا بقول لو جت في ايديه علاء، هنا الايد لو جت في ايديه عندهم قصد، يعني مش مخالفه صريحه، يعني مش ايدي راحت للكوره او كانت مجبره جسمه وراحت لزميله اللي جاب الهدف، راحت لزميله، يعني هي لو جت في ايديه، لو بفترض هي جت محمد في ايديه وهي ايده في وضع طبيعي وراحت لزميله وجاب هدف، هدف ده القانون، ده القانون، ده الفرق ما بين الحاله دي والحاله اللي هي حصلت في الدقيقه 97 اللي الفار جاب فيها الحكم. يبقى هنا هدف صحيح لمحمود كهربا، لان حتى لو جت في ايد حسين الشحات هي الايد هنا في وضع طبيعي ومفيش هنا مخالفه لمس الكره بالايد. الحاله الثانيه بنشوف هنا بنقول مخالفه لمس الكره بالايد علاء، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن بلال، احراز هدف للاعب في مرمى المنافس مباشره، مباشره نشوف هنا كهربا، هنلاقي هنا الكره بتصطدم في ايده، ايده مش في وضع طبيعي، ايده في وضع طبيعي وعندهم قصد، ولكن هنا الكونه قال ايه؟ لو اللاعب سجل مباشره وكان هناك في مخالفه تسبق التسديد، سواء بقى قصد او دون قصد بيتلغي الهدف يا بلال. وهنا كان الفار هنا كان مصحصح لعمر الشناوي، وهنا جاب الحكم، وهنا عشان كده هنا لغى. ده الفرق ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه، الحاله الاولى حتى لو جت في الايد وعندهم قصد هدف مباشره مفيش مشكله، الثانيه لا، ما ينفعش حد يجيب هدف مباشره من نفس اللاعب اللي بيجيب الكره ويسجلها يا كابتن محمد. ده الاختلاف ما بين اللاعبين.